بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنه قد صام الدهر كله. أمرنا الله وفرض علينا الصيام في رمضان 30 شهرا، شهرا كاملا أو 29، فصمنا وسن سيدنا رسول الله القيام فقمنا، وسن سيدنا رسول الله تلاوة القرآن فتلونا، فلنستصحب الصيام والقيام وتلاوة القرآن إلى سائر العام، ومنها الصيام. صيام الستة من شوال سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يقول نبدأ من متى؟ بعض العلماء يبدأون يقولون نبدأ من ثاني أيام العيد، ويكونون سردا يعني وراء بعضهم، لأن جسم واخد على الصيام، جو الصيام لسه هو الإنسان فيه، فيكون أسهل عليه. طيب، هناك بعض الزوار يأتون، وهناك الأهل، نذهب إليهم ويأتون إلينا ثم يأكلون، فنقول إذا كان كذلك فلنفطر هذه الأيام ولنصوم. وبعض العلماء يقولون هم ستة في سائر الشهر متفرقين، اثنين وخميس، المهم أن نصوم 6 أيام داخل شهر شوال، فلا يخرج عن شهر شوال. أعاننا الله وإياكم على الاقتداء برسول الله وصيام 6 من شوال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.